اهلا وسهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامج بالبونت العريض، فيها نحلل ابرز ما جاءت به الصحف الصادره لهذا اليوم. ننتقل مشاهدينا مباشره الى عناوين الصحف الصادره لهذا اليوم. على صدر صحيفه الانتباه وبالبونت العريض، حمدوك يعتزم الاستقاله خلال ساعات. وعلى وكالة السودان للأنباء قرار بإنهاء وتكليف المدير العام للبنك الزراعي السوداني والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. على صدر صحيفة السودان، إدارة جامعة الخرطوم تناشد الأساتذة بمراجعة قرار الدخول في إضراب. أما على صحيفة السودان الدولية، الثروة الحيوانية تحقق زيادات كبيرة في صادر الماشية واللحوم. وعلى صحيفة أخبار اليوم، ارتفاع حالات الإصابة بالكورونا بالبلاد. على صحيفة الصيحة، توقف حصص الدقيق المدعوم للمخابز. وعلى صحيفة هلالنا الرياضية، الكاردينال يعود للمشهد الهلالي من جديد. إذن مشاهدينا، كانت هذه عناوين الصحف الصادرة لهذا اليوم، ونلتقيكم في الفقرة التحليلية، ولكن عقب هذا الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وإلى الفقرة التحليلية، وينضم إلي في الاستديو الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ بكري المدني. أهلا وسهلا بك. التحية لك وللسادة المشاهدين ولزملائنا في هذا البرنامج، مرحبا بك. أهلا بك. إذن بداية نريد أن يعني ترصد المشهد السوداني والواقع السوداني الذي يعيشه السودان الآن. نعم، هي طبعا الأحداث متلاحقة بشكل كبير جدا، والخبر يختلط بالإشاعة إلى حد كبير مع مراوحة الأوضاع الأمنية والمعيشية الاقتصادية لمكان ما في أي تحسن، بل في تدهور يمكن يكون في كافة المستويات. الأوضاع الصحية أيضا فيها نوع كبير من التردي، خاصة مع انتشار مرض كورونا بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية. فالأحوال أخي الكريم يعني هي تتراوح ما بين السيء إلى الأسوأ، والحمد لله رب العالمين يعني. نعم، أيضا دعنا ننتقل إلى عناوين الصحف الصادرة لهذا اليوم، ونبدأ أستاذ بكري بصحيفة وحمدوك يعتزم الاستقالة خلال ساعات. حيث قال مصدران مقربان من رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك لرويترز مساء أمس الثلاثاء إن حمدوك أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه. هذا وأضاف المصدران أن المجموعة دعت حمدوك للعدول عن قراره، إلا أنه أكد إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات القادمة. إذن أستاذ بكري المدني، في تحليلنا لهذا الخبر، وحمدوك يعتزم الاستقالة خلال ساعات، ويعني هناك مصدران مقربان من رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك قالوا لرويترز أن حمدوك سيقدم استقالته خلال ساعات، كيف تحلل هذا الخبر بداية؟ هو طيب في البداية قيمة الخبر ده من ناحية مهنية، الوكالة التي صدر عنها وكالة رويترز وهي من المنابر الإعلامية ذات المصداقية العالية، يعني قيمة الخبر ده من ناحية صحفية وإعلامية الوكالة التي صدر عنها، يعني لو ملاحظ بعد ذلك كل الوسائط كل المنابر أخذت عن رويترز. صحيح أنه في, 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 في العمل الصحفي الخبر لما يكون منسوب إلى مصادر ما مسمى بيكون فيه نوع من الضعف، لكن الخبر ده اكتسب قوته من وكالة رويترز للأنباء، وأنا أفتكر ده كافي جدا لأنه يدي هذا الخبر علامات كبيرة جدا من الصدقية يعني. نعم. وأن ما تسرب صحيح بنسبة كبيرة، وأن الدكتور عبد الله حمدوك يعتزم تقديم استقالته خلال الساعات القليلة القادمة، يعني ربما تحصل بعض التطورات، لكن حتى الآن دعنا نؤكد على صدقية هذا الخبر بنسبة كبيرة. نعم. استقالة
حالة الدكتور عبد الله حمدوك إن حدثت بالفعل وإن ما تمت مراجعته وعدل عنها في اللحظات القادمة، بتقف من وراها في تقدير عدد من الأسباب، في أسباب ممكن نقول نعم في أسباب رئيسة وفي أسباب ممكن تكون فرعية أو ثانوية. يعني أفتكر إنه الأسباب الرئيسة هي التحديات اللي بتحيط بالفترة الانتقالية وبتحيط بالبلد بشكل كبير، يعني وأجمل لك في التحديات الاقتصادية، تحديات المعيشة، خدمات الناس، الملفات المباشرة بتهم المواطن بشكل مباشر، واللي ما نجحت الحكومة في كل النسخ، النسخة الأولى والثانية والنسخة الحالية برئاسة الدكتور عبد الله حموك، إنها ما تسجل فيها أي نوع من أنواع الاختراق المطلوب. الأسباب اللي ممكن نعتبرها فرعية أو ثانوية أو ما رئيسية هي التقاطعات ما بين الأجسام الحاكمة، التقاطعات ما بين الحاضنة السياسية، إنجاز التوصيف في هذا الوقت للحاضنة السياسية، يعني القوى الثورية أو السياسية ذات العلاقة المباشرة بالحكومة. أنا أفتكر إنه في تقاطعات، وقبل كده حمدوك في وقت سابق يعني في مبادرة سماها الصراع المدني والمدني العسكري والعسكري العسكري وهكذا، يعني أنا نعم أفتكر إنه في تقاطعات كبيرة جدا في المنظومة الحاكمة نعم وحاضنتها السياسية. التحديات زائد التقاطعات دي أنا أفتكر إنه هي التي يمكن أن تدفع بالدكتور عبد الله حمدوك لتقديم استقالته، نعم وأفتكر إنه التحديات أكبر من مقدرات أو أكبر من أدوات الرجل على العبور وعلى الانتصار. يعني نعم هل تعتقد أن يعني هذه الأسباب أسباب مقنعة من وجهة نظرك لأن يقدم الدكتور عبد الله حمدوك استقالته في هذه الفترة الحرجة يعني؟ هي طبعا مقنعة مواصلا أنت إذا كان دي دي دي, دي المعطيات وده المتوفر من ظروف ومن شروط. يعني أنا أفتكر إنه إذا لم يقدم الدكتور عبد الله حمدوك استقالته بالفعل يعني واستمر الحال على ما هو عليه، فسنعيد إنتاج أو سيعيد هو إنتاج الأزمة. يعني ما متوقع إنه يحصل على نتائج مختلفة. الوضع الآن ما قبل 25 وما بعدها الآن أنا ما شايف إنه في خلاف كبير، ذات الأزمات تراوح مكانها، فما بتوقع في حال استمراره إنه تكون في نتائج مختلفة. صحيح إحنا توقعنا بعد قرارات 25 أكتوبر وبعد الاتفاق السياسي ما بين الفريق أول البرهان والدكتور حمدوك في 21 نوفمبر، توقع معنى أن يكون هناك اختلاف في الحال واختلاف في المآل أيضا، لكن بما أنه ما في اختلاف في الحال فما في حيكون في اختلاف في المآل في تقديري، فالنتائج حتكون ذات النتائج، الثمار حتكون هي ذات الثمار المرة، ما لم يعني يرتبط بقاؤه أو عدوله عن الاستقالة بإجراء خطوات تصحيحية جادة سواء كان منه أو من شركائه في المجلس السيادي، لكن استمرار الأحوال على ما هو عليه أنا أفتكر إنه حتى النتائج حتكون يعني لو ما أسوأ حتكون في وضعها السيء الجاري على والقائم. نعم في يوم 21 من نوفمبر الذي الاتفاق الذي تم ما بين الدكتور عبد الله حمدوك والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، هذا الاتفاق لماذا لم يضع حدا للأزمة السودانية من وجهة نظرك؟ طيب هو الاتفاق ذاته أخي الكريم بقى مسار جدل. الاتفاق أصلا بني على بيان 25 أكتوبر للفريق أول عبد الفتاح البرهان. الاتفاق جاء مؤمن على البيان، ما جاء في البيان وما جاء في الاتفاق، اتفاق 21 نوفمبر أمن على مسألة واحدة أنا في تقديري هي كانت جوهرية، اللي هو تشكيل حكومة من كفاءات حزبية كفاءات غير حزبية، كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية. ده كان الشرط الأساسي، وده أصلا وجود عناصر حزبية في الحكومة السابقة كان هو السبب في بيان الجيش في 25 أكتوبر. ما تم الاتفاق عليه حتى الآن لم يتم تنفيذه على أرض الواقع. أولا الآن مضى تقريبا حوالي شهر الآن على اتفاق 21 نوفمبر، شهر بالتمام والكمال اليوم، حتى الآن ما تشكلت الحكومة. كثير جدا من أجسام الدولة ما تشكلت، لا محكمة دستورية ولا مفوضية انتخابات، كل الأجسام يعني. ونحن نتكلم في فترة متبقية للفترة الانتقالية لا تتجاوز العام ونصف العام، رغم أن البيان والاتفاق كان وضع آجال لتكوين هذه الأجسام تتراوح ما بين أسبوعين إلى أسبوع إلى 3 أسابيع، لكن الآن نحن نتحدث بعد شهر من 21 نوفمبر
رغم انه كان في تشخيص، انا في تقديري سليم في الاتفاق السياسي، رغم تقديري انه كان في تشخيص سليم في البيان، بيان 25 اكتوبر، لكن التشخيص ده ما تبعته وصفه علاجيه وما تبعه صرف لدواء للازمه او العله. فلا زلنا الان الناس بيتحدثوا عن مجلس وزراء، في على ارض الواقع هناك الان فقط رئيس وزراء بلا مجلس. الولايات ما حصل فيها تغيير ذا اثر. يمكن تم اكمال المجلس السيادي، وده برضه فيه ملاحظات وعليه مراجعات يعني من وجهه نظرنا كمراقبين. لكن ده اقول من 25 اكتوبر حتى الان يعني الاوضاع تراوح مكانها، وبعد عوده الدكتور عبد الله الحمدوك حتى الان انا ما احس انه خطا خطوات في تشكيل الحكومه وفق المتفق عليه، يعني وفق المتفق عليه من كفاءات غير حزبيه وكفاءات تكون مستقله، يعني تكون فعلا كفاءات يعني. نعم، ايضا الاتفاق الذي تم يوم 21 من نوفمبر يعني كان احد اسباب يعني هذا الاتفاق حقن دماء السودانيين. تعامل القوات الامنيه استاذ بكري المدني في المظاهرات الاخيره التي حدثت يوم 19 من ديسمبر، يعني تعامل بوحشيه كبيره جدا، وتم يعني اسقاط ايضا شخصين توفيوا جراء هذه المظاهرات. الا تعتقد أن هذه أحد الأسباب الذي يقدم به دكتور عبد الله حمدوك استقالته؟ هو طبعا أول حاجة خلينا أقول لك أنه الدكتور عبد الله حمدوك تمت إعادته إلى موقعه، وقبل هو الإعادة بشروط. هو قال أنه عنده أربع أسباب خلته يعود لموقعه كرئيس وزراء، من بين العمل على حفظ دماء الشباب السوداني والمحافظة على ما يعتبر أنها إنجازات في الفترة السابقة والعودة للمجتمع الدولي، الأسباب اللي عددها المعروفة. لكن في تقديري المكون العسكري والقيادة قيادة الجيش أعادت الدكتور عبد الله حمدوك لسببين. أو الأول لأنه عنده قبول في الشارع السوداني لدى قطاع مقدر يعني خاصة وسط فئة الشباب، والسبب الثاني لأنه برضو عنده قبول دولي. بإعادة الدكتور عبد الله حمدوك وفق الشرطين ديل أنا في تقديري أنه ما تحقق أي منهم على أرض الواقع. صحيح أنه حصل تأييد دولي، لكن نحن نعرف أن التأييد الدولي دائما هو في الغالب يكون تأييد نظري، ولو في ثمار بتكون بطيئة جدا، النتائج بتكون بطيئة جدا وما بتكون مباشرة، يعني ما بتخدم الهدف المحتاج اللي هو الناس بشكل سريع. طيب بالنسبة للقبول في الشارع وبتوافق مع رغبة الدكتور عبد الله الحمدوك في انه عودته تحقن دماء الشباب، للاسف ده ايضا ما حدث يعني. يعني المؤيدين له على الاقل وسط الشباب، المؤيدين له على الاقل في قوى الحريه والتغيير وبقيه القوى الثوريه الاخرى، ما استحسنوا عودته الى موقعه السابق يعني. نعم. واستمرت التظاهرات مفارقه، في البدايه كانوا بيقولوا عوده رئيس الوزراء الشرعي، لكن مع ذلك استمرت التظاهرات ورفضت. نعم. خطوه نعم. عودته. هذا الاتفاق أنا جايك لم يضع حدا للازمه. نعم، انا جايك. نعم. لما حدث مؤخرا، عدم استجابه عدم يعني قبول الشارع المؤيد لعودته خلى المظاهرات تتجدد مرة أخرى، ويطلع الشباب بكميات مقدرة أخيرا 19 ديسمبر، اللي كانت مفاجأة لناس كثيرين حقيقة ولنا كمراقبين. أنا أفتكر أنها كانت يعني تظاهرات بنسبة مقدرة وكبيرة، واستطاعت أنها تصل لهدفها من حيث المكان في وقت وجيز، يعني عبروا الكباري. طبعا ما حصل لهم تصدي، لكن برضو ده ناتج لعزمهم في انهم يصلوا، يعني وصلوا للقصر الجمهوري. لكن اقدر اقول لك برضو لو ربطنا العدد الكبير، بالمناسبه الالاف كانوا حول القصر الجمهوري، انا شخصيا كنت متوجس جدا وكنت اتحسب لخسائر فادحه جدا. صحيح انه الخساره موت الواحد يعني من حيث الالم موت المئة، وللأسف يعني استشهد اثنين من الشباب يعني في هذه التظاهرات، العشرات أصيبوا، وده بخلينا نقول إنه الحلول الأمنية غير مجدية في مسألة مكافحة التظاهرات. لابد إنه الجميع يبحثوا عن حلول سياسية، وأنا بقول برضو انه ربنا قدر ولطف، لانه عدد الشباب كانت كبيره جدا وكانوا. نعم. في دائره ضيقه من المكان يعني. نعم استاذ بكري المدني، الان اذا قام بالفعل استاذ يعني دكتور عبد الله حمدوك باستقالته،
ما السيناريو المتوقع يعني الآن؟ والله شوف، انا اول حاجه بفتكر انه من الاكرم للدكتور عبد الله حمدوك فعلا انه يقدم استقالته يعني من هذه المهمه في هذا الظرف. زي ما ذكرت لك بالنسبه للتحديات نعم اللي ذكرتها الرئيسه ولا والثانويه، انا افتكر انه التحديات دي تعجز الدكتور عبد الله حمدوك وتعجز غيره من يحمل ذات الادوات في للعبور وللانتصار. التحديات كبيره جدا. الشكل ده الناس لازم ياخذوا فيه وقفه، لا بد ان يكون هناك اختراق، لا بد ان يكون هناك حل. طيب انا افتكر انه ممكن هو يستمر وينجح في حاله واحده، نعم اللي هي انه الناس كلها تتواضع في انها ترجع للمسوده الاساسيه نعم للوثيقه الدستوريه وترجع لمطلب الثوره الاول، ويتوافق الجميع على ابعاد او ابتعاد القوى السياسيه من ذات نفسها عن الفتره الانتقاليه. تدي الدكتور عبد الله حمدوك او الذي سيخلفه ايا كان، لو جاء اي شخص اخر في مكان وظروف الدكتور عبد الله حمدوك برضه حيفشل. يا اخي نعم الكريم، احنا نتكلم عن بلد فيها 600 قبيله و600 حزب نعم و6000 قيادي، وانت نعم لو حاولت تراضي الناس دي كلهم في فتره انتقاليه مضغوطه وقصيره، انا افتكر انك ما الزمن ما حيزعفك، يعني ولو ما من وجهة راضيتهم كلهم نظرك الآن حيعطلوك يعني. نعم أستاذ بكر المدني، من وجهة نظرك الآن يعني استقالة دكتور عبد الله حمدوك سينهي هذه الأزمة السودانية الآن؟ لا ما بينهي، انا بقول لك نعم انه الأفضل لا؟ الازمه دي نعم لو الشروط والاحوال اللي ظلت مستمره وقائمه، انا في تقديري انه ما حيحقق نجاح، فبالتالي من المفترض انه يقدم استقالته. نعم انا ما بتكلم عن دكتور عبد الله حمدوك ما من هي القوسين. البدائل إذن إذا قام؟ اذا ما جاء، هو وانا البديل؟ اضفت لك انه اذا جاء اي شخص نعم اخر في ذات الظروف نعم والاحوال نعم برضه حيفشل الذي يليه، وحتفشل التجربة كلها، نعم وحنستنسخ فيها ثاني، نمدد الفترة الانتقالية فترة وحنكرر في الفشل. الحل في تقديري، الحل ما في شخص، صحيح انه الشخص قد يكون مطلوب من حيث الادوات، من حيث المميزات، انه يكون عنده ادوات للحكم وغير ذلك من امكانيات، لكن الحل يا اخي الكريم انا افتكر انك انت تزيل اسباب الفشل على الاقل اللي بتعطل عمل الحكومة او رئيس الوزراء، اللي نعم هي مباشرة بعض القوى السياسية للعمل السياسي ذا الصلة بالسلطة التنفيذية. يعني لا بد أنه الناس يعملوا على إبعاد القوى السياسية من الفترة الانتقالية. القوى السياسية كلها تتفق على أنه حكومة أنه الفترة الانتقالية فترة خاصة بالكفاءات الوطنية غير الحزبية، حكومة من غير أحزاب تقف على مسافة واحدة من الجميع، الأحزاب تنصرف إلى شأنها، تعيد نفسها للانتخابات، تعمل مؤتمر دستوري، تعمل توافق سياسي ما بينها، تتفق كلها على أن تكون حاضنة وداعمة لحكومة الفترة الانتقالية، لكن من غير كده أي كلام عن حاضنة سياسية أو تحالف سياسي حاكم أو تدخل في قرارات رئيس الوزراء أو تدخل في قرارات المجلس السيادي أو تحديد المرشحين أو ما إلى ذلك من أشكال الحكم المباشر وغير المباشر، أنا أفتكر ده بيقعد بالفترة الانتقالية وما حيوصلنا لنتيجة. مثلا الآن نحن ندور في حلقة مفرغة، يعني تقسمت قوى الحرية والتغيير، الآن في جسم آخر باسم الإعلان السياسي حيطلع قبل بعد أيام، يعني عن نفسه حاضنة سياسية، الذين خرجوا حيتحولوا بالضرورة إلى شنو؟ إلى معارضة، اضافه للمعارضه بتاعت قوى الحريه والتغيير للمجلس المركزي، اضيف لون المعارضه من القوى التي كانت تتبع للنظام السابق. يا اخي الكريم، اذا ما تم ابعاد القوى السياسيه تماما وبتوافقه او غير توافقه، وافقت او لم توافق، لابد من ابعاده تماما من الفتره الانتقاليه. الفتره الانتقاليه لانها فتره بتاعت كفاءات تكنوقراط تدير ملفات محدده، تكون ذات مهام محدده. يعني هسه نحن برضه حكومه الفتره الانتقاليه مهامها بقت، يعني مهامها بقت مشتته، ما معروف مهامها هي بالضبط شنو يعني. نعم، ايضا دعنا ننتقل لعنوان اخر على وكاله السودان للانباء، وقرار بانهاء وتكليف المدير العام للبنك الزراعي السوداني والهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك أمس وعملا بأحكام الوثيقة الدستورية وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 104 لعام 2021 والقرار 428 لسنة 2021، وبناء على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ومحافظ بنك السودان المركزي، قرارا بإنهاء تكليف السيد محمد آدم عبد الكريم بن تسيير مهام مدير عام البنك الزراعي السوداني، وتكليف السيد بدر الدين عبد الله أحمد العباس بتسيير مهام مدير عام البنك الزراعي السوداني لحين إشعار آخر.
هذا ووجه القرار وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار، كما قرر إنهاء تكليف السيد إبراهيم محمد إبراهيم البزعي من منصب مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، هذا ويعاد تعيين السيد لقمان أحمد محمد مديرا عاما للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. أستاذ بكري المدني، على وكالة السودان للأنباء هناك قرار بإنهاء وتكليف المدير العام للبنك الزراعي السوداني والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، يعني رأيك في قرار هذا الإنهاء والتكليف؟ يعني خلينا من القرار، خلينا نتكلم على الحالة. يعني أنا أتوقع أنه هذه القرارات إذا ما استقال السيد رئيس الوزراء فعلا وجاء رئيس وزراء آخر سيقوم بإعفاء هؤلاء الجدد وتعيين آخرين، وده ده بيرجعنا للخطأ الأول. أصلا أنت ما تتوقع أنك تستخدم ذات الوسائل وذات الأساليب وتتوقع نتائج مختلفة. أخ الكريم عندما قامت هذه الثورة كان من أشراطه تغيير في 2019، كان واحدة من أشراطه تمكين النظام السابق، ده متفق عليه حتى من 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 بعض عضوية الحزب الحاكم السابق المؤتمر، وكان في اجماع على انه فعلا الدولة دي تم تجير لصالح حزب معين، ولا بد من تفكيك هذا التمكين، وتكونت له لجنة، وده كان سياسة الفترة الانتقالية، في انك تفكك، بمعنى انه اي انسان وصل لوظيفة بقوة دفع سياسي بانتماء تنظيمي غير مؤهل لها جاد بمحاباة يتم عزله عن هذه الوظيفة، بشرط أن الوظيفة دي تطرح للسودانيين كافة من غير تمييز أو تمكين سياسي مقابل. هل ده تم؟ للأسف ما تم. تم استبدال تمكين النظام السابق بتمكين هذه قوى هذه الفترة. الفترة دي ذاتها اتقسمت لاثنين، يعني بقت في قوى حرية أولى وقوى حرية ثانية، وفي حكومة أولى وحكومة لاحقة. برضو التمكين الذي تم في الفترة القليلة الماضية تم تفكيكه ببيان من الجيش في 25 أكتوبر. عاد السيد رئيس الوزراء برضو الآن هو يعمل على تغيير بعض التعيينات والإجراءات التي اتخذت بعد قرارات 25 أكتوبر. لو مشينا بالطريقة دي بالوسائل دي ما بتجي نتائج مختلفة اصلا، ما نتوقع نتائج مختلفه. يعني وانا لو كنت من المختارين لاي من هذه المواقع كنت حتحفظ وحارفض، لانه واضح انه القرارات دي قرارات سياسيه، ودي واحده من مشاكلنا يا اخي الكريم. واحده من الحياة اقعدت بملف الخدمات، صحه وتعليم وكهرباء وكل الاشياء دي، ان احنا خلطنا ما بين الدوله وما بين الحكومه. يعني في دول كثيره جدا حصل فيها تغييرات سياسيه، وحصل فيها حتى في دول حصل فيها ثورات، تلقى حتى في مصر مثلا في تأثير، لكن تأثير نسبي. لكن احنا لأنه عندنا حالة من الدمج ما بين الحكومة وما بين الدولة، حتى المؤسسات كلها بتتأثر بالقرار السياسي. انا بستغرب، يعني مثلا البنك الزراعي علاقته مش بالقرارات السياسية اصلا. نعم. البنك الزراعي ده مفترض يكون موجود عليه استاذ بكر. نعم. المدني، ما حدث في من أكتوبر أعقبها عدة قرارات يعني إعفاء وتكليف جدد. الاتفاق الذي تم يوم 21 أكتوبر قام بإلغاء القرارات التي اتخذت من جانب الفريق والركن عبد الفتاح البرهان. الآن يتم إرجاع، يعني الآن السيد لقمان أحمد مديرا عاما للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، استقالة دكتور عبد الله حمدوك سيؤثر أيضا على هذا القرار، كيف تحلل ذلك؟ هو طبعا قرارات 25 أكتوبر وما تلت من إجراءات كانت بتقدير البيان ده في إنها تفكك التمكين الذي أحدثته مجموعة قوى الحرية والتغيير مقابل التمكين السابق. الناس ديل بالعربي وبالدارجي شالوا الإسلاميين وشالوا الكيزان اللي كانوا موجودين في مفاصل الدولة، لكن للأسف ما طرحوا الوظائف دي لكافة السودانيين، إنما عملوا على تمكين عناصرهم والمؤيدين ليهم. لما جاءت قرارات 25 أكتوبر وهي إجراءات تصحيحية حسب الوصف اللي تم لها في وقتها، عملت قيادة الجيش في ذلك الوقت على تفكيك تمكين قوى الحرية والتغيير، التمكين الجديد ده شالت
المنسوبين لقوى الحرية والتغيير وأصدقائهم وعلاقاتنا الممتدة من بعض المؤسسات، التلفزيون القومي حسب توصيفهم، البنك الزراعي، وكثير جدا من المؤسسات، وجاءوا اتفق وتم تحصين القرارات بالمناسبة. يعني القرارات، قرارات البرهان في 25 أكتوبر تم تحصينها يعني دستوريا، وتم الاتفاق مع الدكتور عبد الله حمدوك على 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 عدم تسييس الدولة والمناصب الحكومية. يعني في مؤسسات الدولة ما يكون في زول منسوب لحزب أو موجود بانتماء الحزبي، كذلك لا يتم تعيين أي مسؤول بانتماء حزبي. المفارقة الآن أنه الدكتور عبد الله حمدوك يعيد، أنا ما بتكلم عن شخص معين، مثلا أنت ضربت مثلا بالأستاذ لغمان، أنا حقيقة لا أعرف له انتماء سياسي، لكن من حيث الحالة العامة الآن الدكتور عبد الله حمدوك يعيد بعض الكفاءات أو يعيد بعض العناصر الحزبية لمؤسسات الدولة في تقاطع صريح جدا مع بيان البرهان ومع الاتفاق السياسي اللي وقعوه مع بعض. المفارقة الأكبر من ذلك أنه يخرج البرهان في تصريحات قريبة لعلها قبل 48 ساعة ليقول أن ما يقوم به الدكتور عبد الله حمدوك يقوم به بالاتفاق التام معه، ويبدو أنه قد تم تجاوز كثير جدا من القرارات التي وردت في بيان 25 أكتوبر والتي وردت في اتفاق 21 نوفمبر، وباتفاقهم الاثنين حسب ما يفعل الدكتور عبد الله حمدوك على الأرض ويصرح الفريق الأول البرهاني. نعم، الآن قرارات الإنهاء والتكليف يعني التي تشهدها بعض المناصب، ما هي دلالاتها الآن من وجهة نظرك؟ دلالاتها أنه مسألة تسييس الخدمة العامة، تسييس مؤسسات الدولة جارية ولم تتوقف يعني. وأنا زي ما قلت لك أنه التعيينات الأخيرة دي رهينة ببقاء الدكتور عبد الله حمدوك في منصبه، يعني إذا فعلا تقدم باستقالته فكل الذين تم تعيينهم قد يفقدوا هذه المواقع يعني في 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 ظرف ساعات، يعني بعضهم يمكن لحد الآن ما استلم وظيفته. الحل يا أخي الكريم إنه ما نسيس الخدمة المدنية، ما نسيس مؤسسات الدولة، المعيار للتوظيف وللتكليف يكون حسب الكفاءات. خلي الناس تتصارع فوق في في في, في الأجسام السياسية، تتصارع في المناصب ذات الطبيعة السياسية زي الوزارات وغيرها، لكن ما ممكن يكون مثلا موقع زي إدارة التلفزيون القومي خاضع للمزايرات السياسية، ما ممكن موقع زي البنك الزراعي يكون خاضع للمزايرات السياسية أو المواقف السياسية. ده اللي بيضير بالدولة السودانية وبيخليها دولة ما عندها عضو يعني. نعم، أيضا سننتقل لصحيفة أخرى أستاذ بكر البدني وصحيفة السوداني. إدارة جامعة الخرطوم تناشد الأساتذة بمراجعة قرار الدخول في إضراب، حيث ناشدت إدارة جامعة الخرطوم أساتذة جامعة الخرطوم بمراجعة قرار الدخول في إضراب مفتوح إلى حين انجلاء الوضع السياسي الراهن. قالت إدارة الجامعة في بيان أمس الثلاثاء أنها تقدر ما جاء في بيان الهيئة النقابية لأساتذة الجامعة، وأضافت إلى أنه جاء في وقت والبلاد ينقصها الاستقرار السياسي وعدم تشكيل حكومة حتى هذه اللحظة، مما يعني صعوبة بل تعذر التفاوض حول أمر الهيكل الراتبي، تفاوضا في جو إيجابي يثمر عن تحسين الأوضاع المعيشية للأستاذ الجامعي. وعددت الإدارة تعطل الدراسة في الجامعة لفترات طويلة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن قرار الإضراب جاء قبل أيام قلائل من استئناف الدراسة بعد تعليقها في 25 من أكتوبر الماضي. أستاذ بكري المدني على صحيفة السوداني، إدارة جامعة الخرطوم تناشد الأساتذة بمراجعة قرار الدخول في إضراب. يعني الأساتذة الجامعات يعانون من تردي الأوضاع وقرروا الدخول في إضراب. دعنا نحلل هذا الخبر بداية. طيب، جامعة الخرطوم يعني عبر تاريخها الطويل كانت فاعلة في الأحداث السودانية المتعاقبة يعني، وكان عندها الدور الأكبر في ثورة 1964، ثورة أكتوبر يعني، اللي انطلقت من 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 ندوات والأنشطة المختلفة في جامعة الخرطوم. أيضا جامعة الخرطوم كان عندها دور كبير جدا في الانتفاضة أبريل 85 ضد الرئيس الراحل جعفر نميري، وكانت جامعة الخرطوم حاضرة أيضا في ثورة ديسمبر 2019.
لكن انا دار اقول ان الحضور الاكبر لجامعه الخرطوم ما بيكون بالاضراب، يعني ما بيكون باغلاق الجامعه والقاعات وتسريح الطلاب وذهاب الاساتذه الى منازلهم او الى شؤونهم الخاصه، بل العكس، المطلوب انه تكون الجامعه حاضره في هذه اللحظه وفي هذا الظرف الدقيق، حاضره بمبادرات. انا بعرف انه عندها اكثر من مبادره للاساتذه، يعني لازم انها تكون حاضره ويكون عندها كلمتها ويكون عندها دوره في هذه الاحداث. لكن من ناحيه اخرى بالنسبه لاستمرار العمليه التعليميه سواء كان في جامعه الخرطوم او غيرها، انا افتكر انه ربما يكون استمرار الدراسه فيه. طبعا في جامعات من 2018 ما فتحت، يعني في طلاب ساهموا في تفجير الثوره دي وهم داخلين على الجامعه، وبعضهم في السنه الاولى لا ظلوا في الجامعه ولا ظلوا في السنه الاولى، وبعضهم اقترب وبعضهم تزوج، ودي احوال معروفه للاسر وللناس. انا افتكر انه العمليه التعليميه دي كلها سواء بالمستوى بالنسبه للتعليم العام او التعليم العالي محتاجه وقفه ومحتاجه مراجعه. أنا أخشى أنه أقول أنه ما يتم الآن يصعب توصيفه بالتعليم، هي مسألة مرهقة جدا، مكلفة للأسر حتى من حيث المناهج. الآن أنت إذا كلفت نفسك عملت شغل صحفي في أي مدرسة أساس في ولاية الخرطوم أو أي في ولاية أخرى، حتكتشف حياة غريبة جدا على المناهج، أوضاع مأساوية بالنسبة للتلاميذ متعلقة بمقدرتهم على مواصلة العملية التعليمية. التلميذ في اليوم بقى عايز له في المتوسط 300 إلى 500 جنيه أسرة توفر له، في أسر عندها 5 إلى 7 أطفال، الجامعات التكلفة أكبر، الأوضاع في الجامعات صعب جدا. أنا بقول لك ناظرين مراجعة على سبب، لأنه الآن الدفع تكدست في الكليات، يعني الآن في جامعات فيها 4 أوائل، في جامعات بالدفعة الجاية حتكون 5 أوائل. على العملية التعليمية دي إذا كان شبهناه بجدول مثلا بتاعه، الجدول ده اتقفل من قدام. أنا في تقديري الناس لو ما أخذت وقفة وقدرت إنه تعمل معالجات في العملية التعليمية دي كلها في تقويمها، وفتحت وقفلت عشان المسألة دي التصريف يتم بشكل سلس، المسألة دي حتكون مسألة مرهقة جدا، وحتتحسب على الطلاب وحتتحسب على الجامعات وعلى المدارس. الآن الأستاذ الجامعة أستاذ بكري البدني يعاني أوضاع صعبة جدا، الأستاذ الجامعة، رغم أنه يعني في دول أخرى يتمنى هذا الأستاذ يعني يعيش بمرتب عالي جدا. ألا تعتقد بأن الفترة المقبلة ستشهد يعني هجرة غير مسبوقة من هؤلاء الأساتذة؟ السودان سيفقد أيضا عدد كبير جدا من الأساتذة لعدم توفير لهم متطلباتهم الأساسية يعني. وطبعا أنت الآن لو راجعت بعد حركة السفر لخارج البلد بتلقى أنه ما يميز المسافرين والمهاجرين والمغتربين الآن أنهم من الكوادر التي ذكرتها ومن المقتدرين ماليا. يعني في واحدة من السفارات الآن تمنح حدود 2000 فيزا السفر للسودانيين في اليوم الواحد. لو راغبت حركة الباصات اللي بتسافر من الخرطوم أو من السودان إلى القاهرة بتلقى العشرات يسافروا إلى هناك وبلا عودة، بعضهم أساتذة جامعات وبعضهم أطباء وما إلى ذلك. الكوادر المميزة أغلب ذهب إلى الخليج، والبعض ذهب إلى دول العالم الغربي، والهجرة أنا أفتكر هي نزيفة مستمر. والوضع ده لو استمر حقيقة يعني ما حيقعد في البلد دي إلا الذي لا يستطيع السفر وما عنده مؤهلات بتمكن من العمل والاستقرار في الخارج. فالمسألة هي ما حصريا على الأستاذ الجامعي، وإن كان الأستاذ الجامعي يعني عنده دور المطلوب وهو من المؤكد من الكفاءات المفترض تستفيد منها الأجيال السودانية، لكن الوضع بشكل عام وضع طارئ يعني. نعم، إذا دعنا ننتقل لصحيفة أخرى وهي صحيفة السوداني الدولية، والثروة الحيوانية تحقق زيادات كبيرة في صادر الماشية واللحوم، حيث حققت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية خلال هذا العام إنجازا، واستطاعت رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي طرأت في الأونة الأخيرة على البلاد أن تحقق أعلى مستوى لصادراتها الحية والمذبوحة. وحققت الوزارة زيادة في الصادرات بلغت نسبتها 30% مقارنة بالعام الماضي، من جملة صادر الماشية الحية من الإبل والضان والأبقار والماعز، هذا وقدرت أو قدرت بنحو 2 مليون رأس مقارنة بالعام 2020.
أستاذ بكري المدني، في ظل يعني تدهور كافة الأوضاع على كافة الأصعدة في السودان، ولكن على صحيفة السودان الدولية الثروة الحيوانية تحقق زيادات كبيرة في صادر الماشية واللحوم. يعني هذا إنجاز في أو أول خبر يعني نقرأه ولا اليوم، حتى ده انجاز، انا ولكن بالعكس ده ما نعم انجاز. يعني النسبه اللي وردت في الخبر 30% تحديدا هي في صادر الماشيه الحيه، وانا ما بعتبر ده انجاز بقدر ما هو استنزاف لثروه البلد، لانه مساله تصدير الماشيه الحيه الحية. دي اتعملت فيها دراسات وورش وسيمينارات، ووصلت الدوله السودانيه في حقب مختلفه إلى أن توقف هذا الشكل من أشكال التصدير، تصدير الماشية الحية للأسواق المعروفة سواء كان في الخليج أو غير الخليج، واستعيض عنها بضرورة تصدير لحوم لحوم مذبوحة. يعني لتحقيق حاجة بسموها القيمة المضافة. ويمكن يعني واحدة من الافتتاحات الكبيرة اللي تمت في حكومة الفترة الانتقالية يعني كان مسلخ الكدرو، مسلخ كبير جدا وذا إمكانية وطاقة طاقة طاقة أداء كبيرة جدا. يعني أنا ما أعرف الحصل شنو بالنسبة للمسلخ ده الآن، لكن داير أقول إنه نحن كل ما نصدر ماشية حية بشكل أكبر وبنسب كبيرة وبنفتكر إنه نحن حققنا إنجاز، نحن بنهدر في ما يسمى في علم الاقتصاد وعمل الاقتصاد بالقيمة المضافة. لأنه إذا جاز لنا نضرب مثل بالخروف أو التور مثلا اللي انت بتشيله حي كده وتصدره، ده في يعني في المتوسط ممكن تستفيد منه بثمانية حالات من التصدير المذبوح. يعني العالم حتى يا اخي الاظلاف دي والجلود والشعر كلها تدخل في الصناعه، وكلها تصدر اجزاء مختلفه ومتفرغه. انت بتشيل الخروف كله بتصدره ليون. يعني الاشقاء في جمهوريه مصر في الفتره الاخيره عملوا مسلخ ومذبح في جنوب اسوان قريب جدا من الحدود السودانيه عشان يستقبلوا الصادر الحي من الماشيه السودانيه، ويستفيدوا من الجلود وما ذلك. نعم يستفيدوا هم بعد ذلك يصدروها مذبوحه ويشيلوا الجلد ده يصنعوه حقائب ولا مؤاخذه احذيه ويصدروها، ويشيلوا الاظلاف دي يعملوها زراير، والحاجات دي طبعا تدخل في نعم كثير من الصناعات. يعني لكن احنا نجي نحتفي بانه يعني حققنا في هذا العام 30% من الزياده في صادر الماشيه الحيه. انا زي ما قلت لك بفتكر هذا استنزاف وليس انجاز، وانا حقيقه مع ايقاف هذا الشكل من التصدير الى ان يتم تصدير الماشيه اللحوم حيه. يعني نعم أيضا دعنا ننتقل لصحيفة أخرى أستاذ بكري البدني، وأيضا على صحيفة أخبار اليوم ارتفاع حالات الإصابة بالكورونا بالبلاد، حيث أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. هذا وقالت وزارة الصحة في تعميم صحفي أمس الثلاثاء إن ولاية الخرطوم سجلت 39 وخمس بنهر النيل وثلاث إصابات في كل من شمال كردفان والنيل الأبيض وست بالشمالية، وإصابة واحدة في كل من جنوب كردفان وشمال دارفور وجنوب دارفور. إذن يعني أستاذ بكري المدنين على صحيفة أخبار اليوم، ارتفاع حالة الإصابة بالكورونا بالبلاد، الموجة الثالثة على ما أعتقد تضرب البلاد وتضرب السودان بالكورونا. كيف ستتعامل وزارة الصحة مع يعني هذا الفيروس، ويعني الوضع الصحي الآن؟ دعنا نقول أن الوضع الصحي رديء جدا ومتردي جدا الآن، وحالات الإصابة في زيادة بالبلاد، كيف تحلل ذلك؟ هو طبعا بالنسبه للوضع الصحي زي ما انت تفضلت به، يعني حتى من غير الكورونا حتى الامراض الاقل خطوره الان نعم يعني ما في لها ادويه، الكثير جدا من المشافي الان تفتقد للكادر، تفتقد لاهم واقل الاشياء اللي ممكن تساعد الانسان في انه يتلقى ما يحتاجه من علاج. هذا الوضع الصحي العام. الوضع الصحي ده يعني هو يمكن انا في تقديري يلي طوالي الوضع في التعليم في البلد، يعني متدهور جدا، يعني متدهور بشكل مريع. يعني لكن انا افتكر انه الكورونا دي ما هي اصلا هي الخط الدفاع الاول لها الوقايه. يعني حتى عند الدول ذات الامكانيات
وذات المقدرة وذات الكوادر، هي تعول على الوقاية أكثر من العلاج يعني. للأسف أنا ملاحظتي، ودي الموجة الثالثة أو الرابعة هي من كورونا في البلد، ملاحظتي إنه درجة الوقاية واعتماد أدوات السلامة قلت جدا عند الناس بتصالح بشكل كبير جدا مع هذه الموجة. يعني أنت الآن بتشوف في المواصلات العامة، إذا كان الحافلة فيها بتشيل 50 نفر، بتلقى واحد على الأقل يعتمر الكمامة. يعني الناس تتصافح عادي، تتعانق عادي، تتكدس في الأماكن العامة عادي. بل انت في الخبر قلت انه في 5 حالات في نهر النيل، انا من نهر النيل يعني، والفتره اللي فاتت كانت فيها الكورونا منتشره بشكل اكبر من ده. هناك يا اخي الكريم تتم ممارسه المريض ومعاودته والاصرار على مقابلته حتى هو في الحجر الصحي وقصله اذا مات، يغسلوه الناس يعني، رغم انه المساله المفترض تكون بطرائق محدده يعني، يغسلوه ويمشوا يدفنوه جماعه متلاصقين ويشيلوا الفضحة لبعض ويبقوا مع بعض ويتعانقوا ويجوا يعملوا العزاء، عزاء ضخم جدا يعني، أنت تستغرب. أنا أفتكر إنه في الوضع الصحي اللي ذكرناه ده المتردي بالنسبة لوزارة الصحة، المتراجع، او انا ما شايف انه في انفعال كبير بمسألة التطعيم. السودانيين ده المرات عندهم حاجاتهم الخاصة، ما حاسس انه في تفاعل كثير مع مسألة التطعيم. هناك أنا أقول إنه هناك عدة مخاوف من نعم هذه أنا داير أقول اللقاحات. إنه نحن خط دفاعنا الأول نفترض يكون بالوقاية، يعني ده مفترض يكون يعني ده خط دفاعنا الأول لمكافحة هذا المرض اللعين. وبرضه أنا بفتكر إنه وصفات الأعشاب برضه عندها أثر. أنا أعرف الكثير من الناس تجاوزوا هذا المرض اللعين بالاعتماد على الأعشاب يعني. نعم أيضا يعني سننتقل لصحيفة أخرى أيضا، وهي صحيفة الصيحة وتوقف حصص الدقيق المدعوم للمخابز، حيث شكى عضو شعبة المخابز السابقة إسماعيل عبد الله من توقف حصص الدقيق المدعوم للمخابز منذ أسبوعين. وقال إسماعيل للصيحة إن المخابز تعمل بالدقيق التجاري، وأن سعر الجوال بلغ 19,000 جنيه وسعر قطعة الخبز 35 جنيه، ودعا الحكومة لإزالة كافة الرسوم والضرائب المفروضة على الدقيق لتوفيره بأسعار مناسبة للمواطنين. هذا وأكد أن سعر 25 كيلو من الدقيق يتراوح ما بين 9,500 إلى 10,000 جنيه حسب الشركات. وقال إن الحكومة ظلت متمسكة بقرارها بفرض المزيد من الرسوم والضرائب على الدقيق. وأضاف خلال فترة ما قبل إغلاق الشرق كان سعر 25 كيلو من الدقيق بوقع 3000 جنيه، وطالب إسماعيل بتحسين نوعية الدقيق المدعوم وتحديد سعر الرغيفة بوقع 10 جنيهات فقط وهي مقبولة لدى المواطن. وانتقد إسماعيل عدم وجود رؤية واضحة وحلول دارجة لملف الدقيق، وحذر من تغييبهم في السياسات الحكومية الجديدة فيما يتعلق بملف الدقيق، وطالب برفع كافة التكاليف المفروضة على الدقيق وتحديد أسعار مناسبة للخبز التجاري منعا لعودة الشح والصفوف مجددا. أستاذ بكري المدني، الأزمة تتناسل يعني بصورة كبيرة جدا، الآن توقف حصص الدقيق المدعوم للمخابز يعني ما يعني شكل أزمة كبيرة جدا، صفوف، سيؤثر أيضا على التعليم للمدارس، كل يعني هذه الأزمات مرتبطة ببعضها البعض. كيف تقرأ هذا الخبر؟ يعني ما هي أسباب هذه الأزمات التي تتناسل دائما؟ يعني أنا ما داير أكون متشائم، لكن في النهاية الأخبار والواقع تقول إنه الحكومة إن استقر لها الحال فهي ماضية أيضا إلى رفع الدعم عن القمح ويمكن الكهرباء في الأيام القادمة أو في الموازنة القادمة، وده حيلقي بأعباء كبيرة جدا على الأسر يعني. صحيح زي ما جاء في الخبر، وكنا نتوقع إنه الشح في الفترة القليلة الماضية كان بسبب سياسي إغلاق الميناء الشرق. نعم، وإغلاق نعم. الشرق يعني، لكن زال السبب ده، وعادت الأزمة تطل برأسها من جديد. الآن عادت الصفوف،
يعني عدم بشكل كبير الخبز المدعوم، يعني زي ما نعم جاء في الخبر الناس بتصحى يمكن من الساعات الأولى من الصباح بتظل موجودة في المخابز، الكميات بتكون قليلة، بعد ساعات قليلة بتكون بل بتضطر إنها تمشي تشتري التجاري. التجاري سعره ما بيتراوح ما بين 35 إلى 50 جنيه للقطعة، ودي فيما ما في مقدور كثير جدا من الأسر السودانية، لأنه بالحسبة نعم دي يعني أنت قد تحتاج ل 2 مليون في المتوسط رغيف للأسرة في الأسرة المتوسطة في اليوم الواحد، يعني ده مبلغ نعم كبير جدا. ما نعم أفتكر إنه في أسرة ممكن يعني إلا الأسرة ذات العدد القليل، لكن الأسر المتوسطة الآن بالتجاري محتاجة لما بين 2 مليون إلى 3 مليون رقيق فقط نعم في اليوم. لا بد من البحث عن نعم حل استراتيجي نعم وحل وقت الآن يعني. نعم عضو شعبة المخابز إسماعيل عبد الله قال يعني طالب بتحسين نوعية الدقيق المدعوم وتحديد سعر الرغيفة بواقع 10 جنيهات، وقال إن هي مقبولة لدى طبعا المواطن. مقبولة، ما هو مقبولة لدى كيف يكون مقبولة لدى مقبولة، المواطن؟ نعم ما هو نفس المواطن ده اللي ما بيلقى الخبز المدعوم نعم شكله ما محسن، ده هو بيتكلم عن انه ممكن يتحسن. المواطن ده بيمشي يضطر في انه يا اشترى الخبز التجاري ب 35 الى 50 في بعض المواقع، او مشى اشترى بدائله، والبدائل بالمناسبه تكلفته ما اقل، يعني انت عشان تمشي تجيب لك دقيق وتجي تخبز سواء كان قراصه ولا كسره ولا حتى عصيده بكهرباء ولا بغاز يعني الحسبه دي برضه ما ها قليله. الكلام عن انه يتم تحسين سعر الرغيفه ورفع سعرها الى 10 جنيهات بانه مقبول، انا بقول انه حيكون ممتاز جدا بالنسبه للناس، لكن هل القصه حتقف كده؟ ولا بعد فترة يا أخي الكريم، الآن الـ 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 النظام السابق عندما سقط القطعة كانت بجنيه، قبل ما يسقط نعم بسنة سنتين الجنيه كان بيجيب 4 رغيفات. 2019 القطعة بجنيه، الآن نحن نتكلم عن قطعة مفترض ب5 جنيه وهي معدومة، وبنتكلم عن افتراض وجودها ب10 جنيه مع حقيقة سعرها الآن في الأسواق ما بين 35 و50. إذا ثبتت في 10 جنيه، مش أنا أقول لك أكثر من كذا، إذا ثبت ذات المدعومة دي بشكل ما محسن الآن الموجود بشكل قليل، أنا أفكر إنها معقولة إذا توفرت للناس يعني. أما إذا تحسنت وكانت ب10 جنيه وبقت متوفرة في الظروف دي، أنا أفكر إنها معقولة يعني، لأنه نعم هي الآن معدوم تماما يعني. نعم كيف يعيش المواطن السوداني أستاذ بكري المدني في ظل هذه الأوضاع المتردية والأوضاع الاقتصادية بالغة السوء؟ يعني كيف يستطيع والله المواطن شوف السوداني أن يعيش الـ في ظل هذا؟ شوف الـ 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 البشر بيحاولوا يأقلموا نفسهم دائما على الأوضاع. طيب من يعني زمان السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك وهو يقدم بعض القراءات وبعض السياسات المحتملة، كان عنده تصريح شهير وطريف يعني، قال إذا في واحد داير يشرب شاي مع صاحبه هو ساكن في الكلاكلة في أفتكر إنه في 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 مدرمان، قال حيضرب المشوار ده ويضرب تكلفة الشاي ده قبل ما يتحرك من مكانه. الآن السودانيين فعلوا ذلك. أنت الآن لو لاحظت إنه حركة المواطنين في الشارع قلت سواء كان بصورة بعربية كبيرة خاصة جدا. أو بالمواصلات، المواصلات نعم ما بين 200 ل 500 المشوار الواحد، فالناس قللوا المشاوير، يعني الواحد بيجي يطلع زي ما بيقولوا الشديد القوي. طيب تبعا للقصة دي برضو قللوا الوجبات من حيث نعم الكيف ومن نعم حيث الكم. أنا أشك إنه الآن في أسرة سودانية من الأسر المتوسطة بتتناول 3 وجبات نعم أو بتتناول ذات الوجبات بذات المواصفات. المسألة كل مرة بيبدأ تضيق أكثر. يتخلص نعم وتضيق وهكذا يعني. لكن حتى التأقلم ده نعم ما عنده حد يعني، ما أنت الآن لو قلت أنا حآكل مثلا كأسرة مثلا وجبتين وتضايقت في الوجبتين وغلصتها لوجبة واحدة، لو دي الطريقة اللي أنت بتكافح بها الأوضاع، الوجبة الواحدة حتكون مهددة نعم إذا كانت الحكومة الآن لا تستطيع حل مشاكلها السياسية ولا تستطيع حل مشكلاتها الاقتصادية، إذا لماذا هي باقية إلى الآن يعني؟ والله يا أخي الكريم، ما في شك إنه الأجسام الغايمة دي كلها فاشلة. يعني إحنا الآن نتكلم عن نسخة ثالثة من حكومة الفترة الانتقالية، وحقيقة إن إحنا الآن صحيح في وكلاء مكلفين وفي ولاة نعم مكلفين وفي بعض الإداريين الكبار في المؤسسات
إذا جاز توصيف الأجسام دي بأنها حكومة، فدي النسخة الثالثة من حكومة الفترة الانتقالية وهي فاشلة بالثلاثة يعني. نعم والمسار على هذا الطريق أنا أفتكر بيهدد وجود البلد، بيهدد سلامة هذا الشعب، خاصة إنه الآن بدأت تعود بعض مظاهر التفلت الأمني اللي كانت اختفت مباشرة بعد قرارات 25 أكتوبر يعني. أنا أفتكر إنه يعني إحنا محتاجين لحلول عاجلة، محتاجين لوقفة حقيقة، ومحتاجين لوقفة يا ريت يعني تتبناها القوى السياسية اللي بتتصارع دي يعني، وبتتسبب في تعطيل الحكومة وفي فشله وفي إسقاطها يعني، سواء كان السابق أو اللاحق. أنا أفتكر إنه الآن المخاطر كبيرة جدا، مخاطر كبيرة، مخاطر مهددات أمنية، مهددات لمعاش الناس، مهددات لاستمرار العملية التعليمية على حالها الموجود، مهددات في الصحة. أنا أفتكر إن نحن مفترض الآن نستشعر الخطر، الآن أنا أفترض إننا نستشعر الخطر، البلد في خطر حقيقي يعني. لو ما استشعرنا المسألة دي الآن وواجهنا هذا الواقع، والمناسبة أنا دار أقول لك حاجة، المشكلة ما في المشاكل، أي سوداني الآن وبأي مستوى من مستويات الفهم والإدراك والتعليم والثقافة عنده الحل، عارف الحل شنو، حاكمين ومحكومين عارفين الحلول شنو. الحياة ما هي الحلول؟ لا، الحلول واضحة، الحلول بتتكلم إذا كان أتكلم عن السياسة، حلول في التوافق السياسي، حلول في تجنيب الفترة الانتقالية الصراعات الحزبية، حتى الحلول الاقتصادية أنا أفتكر إنها معروفة يعني. إحنا نتكلم الآن عن هذا الضيق، أفتكر إنه الحل هو الإنتاج يا أخي الكريم. الآن إحنا الشريحة الأكبر من الأمة السودانية، من الشعب السوداني ما منتجة، ما خلينا نكون واضحين في المسألة دي يعني. إحنا بنتكلم عن إن إحنا أمة شابة بنسبة 65% تقريبا من الأمة السودانية شابة، فالأمة دي ما منتجة. صحيح قد تكون فيها أسباب، لكن عمليا هي ما منتجة. نحن الآن عندنا ملايين الأفدنة من الصالحة للزراعة، تكلمنا في خبر الثروة الحيوانية، عندنا كمية مهولة جدا من الثروة الحيوانية، عندنا كل ما ينتج وكل ما يدفع هذا الاقتصاد، لكن نحن أمة ما منتجة حقيقة يعني. نعم. أيضا دعنا ننتقل إلى آخر الأخبار وآخر عنوان لدينا الآن في برنامج بالبونت العريض وعلى صحيفة هلالنا الرياضية. الكاردينال يعود للمشهد الهلالي من جديد، حيث قدم تنظيم عزة الهلال رسميا أمس الدكتور أشرف الكاردينال مرشحا للرئاسة تمهيدا للدخول للمشاركة في الجمعية العمومية القادمة. هذا وسيعقد التنظيم لقاء حاشدا الجمعة القادم 24 من الشهر الجاري للتفاكر في المرحلة القادمة. وقدمت الدعوة لكبار الأهلة للمشاركة بإثراء النقاش، وسيدفع التنظيم بعدد من القيادات الجديدة رفقة الدكتور الكاردينال على مستوى الترشح الرئاسي تحسبا لأي طعون، وسيضخ دماء جديدة في التنظيم لقيادة الهلال في المرحلة القادمة. يذكر أن تنظيم عزة الهلال قاد ثورة على مستوى المنشآت، قادت الهلال إلى مصافي الأندية الأولى على المستوى العربي. ويرى مراقبون أن عودة تنظيم عزة الهلال ستحرك الساكن الهلالي، خاصة مع تعقد المشهد القانوني للجة الهلالية. ويتوقع أن يدفع التنظيم بطعون ودفعات قانونية في الأيام القادمة حول وضعية التطبيع. هذا واستبشرت أعداد كبيرة من الجروبات الهلالية بعودة التنظيم من جديد، ما من شأنه تحريك الركود ورفع سقف الطموحات. إذن أستاذ بكري المدني، في هذا الخبر الكاردينال يعود للمشهد الهلالي من جديد، كيف ترى عودة تنظيم عزة الهلال من جديد وترشيح يعني نهضة المنشآت الدكتور الكاردينال لقيادة الهلال أيضا من جديد، وماذا تحريك هذه الخطوة للشارع الهلالي الذي عرف بالديمقراطية؟ طيب والله نحن كنا نريد السيد أشرف الكاردينال لعزة السودان يعني أكثر من عزة الهلال. صحيح أن الرجل في فترات سابقة ترأس نادي الهلال وعنده كثير جدا من المنجزات التي لا تخطئها العين، يمكن أبرزها
الجوهر الزرقاء، العمل بتاع الاستاد، كثير جدا من المنشآت، يمكن من بين هذا حتى هذا المنبر، هذه القناة التي تتحدث عنها، وكثير من الإنجازات على المستوى الرياضي. لكن انا داير اقول، انا كمراقب وكمهتم بالشأن السياسي اكثر، ايضا راقبت الفترة اللي انتقل فيها السيد اشرف الكاردينال من النشاط الرياضي للنشاط السياسي، وعمل تنظيم سياسي بمسمى قوس، وعمل زخم كبير جدا في فترة قصيرة جدا، وهو من أوائل الناس اللي قدموا ملاحظات على اتفاقية سلام جوبا، ولقى تأييد كبير جدا من كثير من قطاعات الشعب السوداني، ورغم أنه قدم ملاحظات على مسار الشمال ويمكن مسار الشرق، لكن لقى تأييد حتى من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا، وقيل الموقعة، يمكن حصل تواصل كبير جدا بينه وبين الأستاذ عبد الواحد محمد نور مؤيدا ما يدعو له. لقى برضو، أنا أفتكر، ضوء أخضر من الوسيط الجنوب السوداني. حتى لما أشيع أن الكاردينال بهذا النشاط السياسي يهدف إلى رئاسة جمهورية السودان، علق الحاكم إقليم دارفور حاليا السيد مني نعم عن ما الذي يمنع كاردينال من أصبح رئيس السودان. أنا حقيقة كنت أميل لأن يواصل الدكتور أشرف الكاردينال في النشاط السياسي، وأن يحاول أن يعالج مع آخرين هذا الوضع المعقد للسودان، سواء كان سياسي أو اقتصادي. وبفتكر أنه التجربة على قصرها، رئاسته لتنظيم قوس، كانت عملت زخم كبير جدا وعملت حراك كبير جدا، والرجل عنده رؤية من خلال متابعتنا والاستماع إليه في النشاط السياسي. وأنا أفتكر أنه نحن الآن متطلعين لقيادات جديدة، قيادات سياسية جديدة. وخلينا اقول لك، انا افتكر انه الانسان اللي بينجح في انشاء بعض المؤسسات الخاصه به، او خاصه بمؤسسه زي الهلال او غيرها، وينجح في تكوين ثروه وينجح في ادارتها، فبالضروره ده بيكون ناجح في اداره الدوله، او المشاركه في ادارتها على اقل تقدير. يعني انا دار اقول انه دي السعه اللي كنا عايزينها للكاردينال، ده السقف اللي كنا محتاجين له، فيه محتاجين له زي ما قلت لك، لعزة السودان أكثر من عزة الهلال. لكن بما أنه هو لتقديرات خاصة به، وحاول يبرر لها بتوصيفه نعم للوسط السياسي بأنه هو ما لقى نفسه فيه، إذا كانت دي تقديراته الخاصة فهي تحترم، ونقول مبروك للهلال مقدما. يعني نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ بكري المدني، شكرا لحضورك وشكرا لهذا التحليل، أشكرك. شكرا جزيلا. شكرا لك. إذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج بالبونت العريض، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.